اولا نحن سعداء بوجودنا في الدوره السادسه ديال المهرجان الدولي ديال الكاريكاتير بافريقيا، وهذا المهرجان اللي هو التتويج ديال واحد العمل الجبار اللي كتقوم به اللجنه المنظمه من جهتين، ومن جهه اخرى الوجوه اللي كتحضر ليه وكذلك اللي كيشاركوا من رواد ديال الكاريكاتير، وايضا حتى من كتاب ديال الكتابه السخريه. مدينة أكادير عندها شرف كبير أنك تحتضن مثل هذه اللقاءات، اللي ما أحوج المدن الأخرى لمثل هذا النوع ديال المهرجانات، لأنه من جهة كي يحاول يدير واحد نوع من عفوا واحد نوع من التواصل مع الفئات اللي كتهتم بهذا الفن اللي هو في حد ذاته منبود، واللي كيعيش واحد مشاكل اللي هي يعني ما فوق الطاقه ديال مقارنه مع الاعلام المرئي والسمعي والمكتوب، وكذلك بالنسبه لما هو الصحافه الالكترونيه الى غير ذلك. الكاريكاتور كان لابد انه خصو ياخذ حقه، لانه هذا واحد العمل فني من الدرجه الاولى، وثانيا فهو مجهود جبار اللي كيقوم به صاحب الكاريكاتور من أجل إعطاء واحد صورة، خصوصا أن صورة تنبع من المجتمع. فالكاريكاتوريس هو بالنسبة لي أنا هو ابن الشعب، ما هو مثقف، ما نسميه لا مثقف ولا عنده ميول إيديولوجي ولا أنه ينتمي إلى فئة معينة، لأن الأغلبية ديال الكاريكاتوريس هم من أبناء الشعب، وكيحاولوا أنهم يجسدوا الواقع ديال المشاكل اللي كتعرف عدة قطاعات اجتماعيه بالخصوص، من التعليم، الصحه، حتى ان المشاكل الكونيه اللي جات كورونا، جات التغيرات المناخيه الى غير ذلك. فاذا كتلقى الكاريكاتير دائما حاضر بالفكره ديالو، لان الفكره ديالو اللي كتكون مجسده عباره عن في النظره ديالك ليها كتشوفها بسيطه، ولكن في العمق ديالها وفي المعنى ديالها والدلالات ديالها عندها دلالات كبيره جدا جدا. لهذا حان الوقت أقول للمرة الثانية أنه خص تعطى لهذا النوع من الفن، كيف تعطى للرسامة، وكيف تعطى للصحفيين، وكيف تعطى لواحد الفئات أخرى اللي كانت قريبة لهذا الفن هذا. خص الكاريكاتوريس يلقى الموقع ديالو في هذا المجتمع، ويحظى كذلك بالرعاية ديال الجهات المسؤولة، لأنه في أمس الحاجة إلى هذه الرعاية وهذا الاهتمام مقارنة مع زملائه في ميادين أخرى.